عودي معكم لمتابعة عالم صباح. طبعا ولادنا الشغل الشاغل، بعد من شوي الاوبننج كانت عم نحكي انه اذا اخطأوا نعرف كيف نعلمهم وما نوبخهم، دايما نكون فخورين فيهم لنقدر نخليهم يجربوا مرة تانية بس يكبروا ما يفشلوا بالحياة. هلأ رح نحكي عن الاهتمام الصحي فيهم على صحة السلامة، وضيفتي رح بتكون دكتور دانا بدر، اختصاصية بطب الأطفال والمراهقين. دكتور دانا بدر عاصي، صح، على صحة السلامة. دكتور دانا صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يعني لاول مره بتطلعي معنا وبدنا نشوفك دائما ان شاء الله لتعطينا النصايح اللازمه، لانه بالفعل يعني نحن بنمرق بمرحله طويله كثير، مش سنه وسنتين وثلاثه، يعني صح. سنين طويله، كل مرحله لها اهتمام خاص، ولكن الحراره الموضوع اليوم هو يعني بنمرق فيه بكل المراحل، حتى الكبار كمان بيمرقوا فيه، فين يستفيدوا من الموضوع. رح نحكي اول شيء ونشرح ونفسر للمشاهدين دكتور شو يعني حرارة، شو هي كلمة حرارة، يعني شو بصير بالجسم. مزبوط جوزيف، هلأ موضوع الحرارة عند الأطفال هو موضوع كتير مهم، مش بس للأهل كمان لأننا نحن كحكم أطفال، لأنه أغلب الشكاوى اللي بتجي لعنا على العيادات، على الطوارئ، على حتى على التليفونات بتكون سببها الحرارة. نعم. كمان هيك كتير مهم الأهل يعرفوا يتعاملوا مع الحرارة، يعرفوا شو يعني حرارة، حتى شو البروتوكول اللي بنتبعه لحتى نعالج هاي الحرارة. سو شو هي الحراره؟ شو جسمنا نحن في عندنا سنتر بالدماغ اسمه الهايبوثالاموس او الثيرموريجولاتوري سنتر، او هو بالعاميه اسمه الثيرموستات. ثيرموستات طبيعي سو هو هذا مسؤول انه يرجلش حراره الجسم بمعدل طبيعي، الرينج هو 36.5 ل 37.5. اوكي، هذا الرينج الطبيعي للحراره. كيف هذا السنتر بيستقبل الرساله من انظمه الجسم؟ لما يكون في عندنا توازن بكل أنظمة الجسم بتكون الحرارة تبعية بهذا الرينج. نعم. إذا صار في أي خلل سببه كان التهاب فيروس، التهاب بكتيري، أي سبب صار في خلل بهالأنظمة، ساعتها بيستجيب أنه يغير حرارة الجسم، يا أما للارتفاع يا أما للانخفاض. انخفاض؟ يعني انخفاض بعد يمكن أصعب؟ هلأ نحن اليوم موضوعنا على الارتفاع بس. نعم. مزبوط، الأولاد أمرار بيصير معهم انخفاض بدرجة الحرارة، هو كمان بيكون ريفلكس، بيكون يعني ردة فعل الجسم على شيء التهاب، على شيء خلل بنظام الجسم. طب خلل بنظام الجسم يعني وقت نحكي هذا الشيء، معقول المناعة لها علاقة بالموضوع؟ يعني مزبوط. خفة المناعة مزبوط. هلأ الحرارة، في الحرارة إلى كذا سبب، في عنا أسباب إلى علاقة بالمناعة، بيكون صار عنا التهاب فيروس، التهاب بكتيري، التهاب على الرواية، التهاب بول، التهاب الأذن الوسطى، أوتيتس ميديا، التهاب زلاعي. نعم. ممكن تعمل بتأثر على جهاز المناعة، بتعمل ساعة حرارة أو انخفاض بالحرارة بس أقل، يعني it's less common عن الارتفاع الحرارة. نعم. في غير أسباب ممكن تعملها، ممكن مثلا أدوية إلى ردات فعل تعمل حرارة، أدوية أو فاكسان يعني أو طعم. مزبوط، الطعومة أمرار بتعمل كمان حرارة. نعم. أدوية، أي دواء بيقدر ممكن يكون له عوارض جانبية أنها تعمل حرارة. أوقات كمان في أسباب تانية، مثلا السرطان عند الأطفال ممكن يعمل أول شيء بلش يبين، هو يبين عبر الحرارة. الله لا يقدر يبعده. وكمان عندنا غير أمراض مثل الأمراض المزمنة، مثل الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال، أكيد هذا كله موجود. دكتور دانا أكيد أنت يعني دكتور دايما هلأ بتكوني up to date، لأنه كمان متخرجة، أوكي مش قريب من فترة، ولكن بتضلي up to date. قديش يعني مرض الأطفال أو الحرارة اللي بتعرضوا لها أو أي مرض بسبب الحرارة هو بيعطي مناعة بالمستقبل للطفل؟ هذا سؤال كتير مهم جوزيف. الفكرة من الحرارة أنه الأهل لازم يعرفوا أن هيدا is natural، هيدا علامة، هيدا منه مرض. نعم. وكتير أوقات الولد بيقدر يحارب المناعة لحاله من دون ما نعطيه دواء التهاب. كمان هيك نحن بنعطيه فرصة، بننطر لما الأهل يحكونا أنه في عليه حرارة، أكيد بحالات معينة بننطر. كمان هيك نحن بنقوله للأهل انطروا شوي عليه، لأنه الولد هيدي الحرارة ممكن تكون عم بتحفز جسم المناعة تبعه، جهاز المناعة تبعه، عم تخليه يقاوم الالتهاب لحاله. نعم. سو هيدي الحرارة is natural، it's a good thing عنده، هيدا منه مرض، هيدا علامة، هيدا بس مؤشر. طب نحن إذا قررنا إنه مرضنا أو صار في التهاب وخليناه، إذا كان في التهاب وخليناه يداوي الالتهاب بحاله بالمناعة الموجودة بجسمه، هل بتكون فرصة إيجابية؟ أوكي أنت قلت إذا في سخونة عادية خلي هو يقاوم حاله بحاله، بس إذا في التهاب، موجود التهاب وخليناه يقاوم حاله بحاله، هل هيدا الشيء مفيد ولا لازم ياخذ دواء التهاب لأنه بيضل الالتهاب مثلا مخبى بالجسم؟ هلا في شغلة، الجسم في حارب الالتهاب إذا كان فيروس بحاربه لحاله،
بس اوقات لما يكون التهاب سببه بكتيري اللي هو بيكون التهاب اقوى، اللي ممكن يكون مثلا التهاب عروقيه بالدينين، هذا بيكون التهاب بكتيري اكثر، هون ساعتها بحاجه لدواء التهاب لانه ما راح يقدر الجسم بكل الاوقات يحاربه لحاله. اذا كان فيروس بيقدر. لنحكي عن كيف بناخذ الحراره، لانه تعددت الطرق، يعني هلا النتيجه وحده بس ما بعرف قد ايه دقيقه، يعني في عفوا في الحدا بحطوا ميزان حراره بمؤخره الطفل او بحطوها تحت باط الطفل او بفم الطفل، اي الاداء والافضل والاحسن؟ وفي هلا ميزان الحراره الجديد الالكترونيك، يعني مش اللي زي بقى اللي كنا بنرفضه بهالطريقه هيدي، اي احسن انت برايك واللي بياخذ الحراره بشكل مزبوط ودقيق؟ اوكي، اول شيء لازم نعرفه انه ميزان الحراره الزيبق هذا بطل ريكومندد، التوصيات الجديده ما بقى لازم نستعمله من ورا الزيبق، لانه الزيبق حتى لو لا سمح الله صار اي اكسيدنت واخذ لو بارت كتير صغير منه الولد ممكن يعمل تسمم، هذا ما بقى بنستعمله نحن. اللي بنستعمل هلا الديجيتال حسب عمر الولد، حسب عمر الطفل نحن بنقرر شو الطريقه اللي بدنا ناخذها. نحن من عمر اول ما يخلق الولد لعمر 3 سنين ناخذها بالعاده من المخرج من باب البدن. بس اكيد حتقلي ما معقول 3 سنين عم نضلنا عم ناخذ من المخرج، لانه هي اتس فرستريتنج للاهل وللولد كمان، مزعجه لانه اثنيناتهم. كمان هيك في عنا طرق تانية لتحت عمر 3 سنين، في عنا الترمومتر تبع الدينه وفي عنا الترمومتر تبع تحت الباط. صحيح، منن دقيقين قد المخرج الترمومتر المخرج اكيد. لانه احنا بالباب البدن عم ناخذ الكور تمبريتشر، يعني عن جد الريل تمبريتشر. هونيك فينا ناخذهم بس اكيد بعد الست شهور، لانه دينته للولد بتكون الكنال صغيره بعدها، اذا في عنا صمغ ما بتكون دقيقه اذا كان عم ناخذ من الدينه. هلا من بعد عمر 3 سنين 4 سنين ساعتها فينا ناخذ من التم، لازم يكون الولد كوبرتيف عم بيتعاون معنا لحتى نقدر نحطه تحت اللسان. نعم، نحن بنحس بالخطر اي متى اذا ضلت الحراره قديش؟ سو هلا في كذا كرايتيريا لحتى امتى بدنا نحكي الحكيم، امتى لازم نخاف اذا في حراره. اذا كان الولد اقل من 3 اشهر اكيد 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 لازم نحكي الحكيم. نعم. شو يعني حراره؟ حراره هي لما يكون حراره الجسم من باب البدن اكثر من 38 درجه مئويه. نعم. إذا كان الولد أقل من 3 شهور لازم نحكي الحكيم، لأنه هذا الدليل الوحيد اللي عنا أنه ممكن يكون في عنا التهاب قوي. أكبر من هيك تحت عمر السنتين ننطر على الحرارة 24 ساعة، أكثر من عمر السنتين ننطر على الحرارة 72 ساعة. هلا إذا كانت الحرارة أكثر من 40 درجة، إذا كان الطفل ما عم بياكل، ما عم بيشرب، ما عم بياخذ سوائل، عم بيكون ملشلش وتعبان، يعني مش حركته الطبيعية، لا أكيد لازم نحكي الحكيم. هون ساعتها شوي دكتور دينجرس. أول 3 أشهر مش بيقولوا في مناعة عند الطفل، يعني ولا ممكن يلقط أمراض مثلا بعده عنده مناعة الحليب أو مناعة الرحم، ما بعرف شو بسموها، يعني إنه قليل لا يمرض يعني؟ مزبوط، هلا مزبوط إنه بيكون عنده مناعة بياخذها من الأم، بس هذا الشيء ما له علاقة، ممكن يعمل التهاب، ممكن يلقط أي التهاب من حدا من برا، إذا حدا عم بيتنفس، عم بيصعل، عم بيعطس بوجهه، بيلقط الالتهاب كمان، بتكون مناعته منا كتير قوية، يعني بيكون عنده مناعة بس على اشياء معينة، بس ما بتكون بعدها مكتملة اكيد، يعني اي حرارة اتس ريسكي. طيب انا بنعرف انه تقاليد وعاداتنا اللي هي بتقول انه اذا بنحط خل وملح ومي وتلج وسبيرتو، هول القصص يلي بنحطهم على المناشف، بنحطهم على الراس، يعني بنشوفها حتى بالافلام وبالمسلسلات القديمه والجديده، هيدي الطرق يعني انتم معترف فيها عند الاطباء ولا؟ هلا هيدي الطرق التقليديه نحن بطلنا منه ريكومندد. بقى شو هي اللي منه ريكومندد؟ انه نحط سبيرتو الخل. السبيرتو لانه اذا حطيناه على جلد كثير بيمتص الجلد، ممكن لا سمح الله يؤدي لمضاعفات جانبيه مثل الكوما، امراض بالدماغ، سو هيدي منه ريكومندد ابدا. بقى اللي فينا نعمله شيء اللي ما هو نعالج الحراره من دون دواء، اول شيء انه نعطي كثير سوائل للولد، ياخذ كثير سوائل. تاني شيء هو السبونجينج، فينا نحطه بباث تاب بمي، تكون درجه الحراره منا واطيه اكيد، ما تكون بارد، تكون وورم ووتر، يعني فترة. مي فاتره مزبوط، تكون بين 27 29 ل 38 درجه مئويه حرارتها للمي، بنحطه شوي، ما لازم الولد يرجف ابدا لانه اذا رجف بتطلع حرارته، ما لازم يكون عم بيرجف، يعني بندور له اي سي اذا كان باوضه بالصيف. نرجع فينا لازم لما نطلعه من الباث تاب بنحطه بدرجه حراره الاوضه تكون روم تمبريتشر، يعني بين 22 ل 25. اوكي. ما تكون كثير برد ولا كثير شوب. ساعتها فينا نحط له كمادات مي فاتره، اكيد ما فينا نحط ثلج، نحط كمادات مي فاتره. وين بدنا نحطها؟ اكيد مش على الجبين.
لانه ممكن تعمل سينوزيت، ممكن تعمل التهاب بالجيوب الانفيه. لازم نحطها يا اما على الرقبه، على الكوع من جوا وعلى الفخاد. لا ولو قد ايه لهم بيستعملوها هالطرق؟ ايه هي شو فكرتها انك مي فاتره يعني منشفه منشفه نحطها بمي، نغمسها بمي تكون درجتها يعني 29 27 ونحطها على جسمه للولد. شو فكره انه عم نحطها على تحت الباط، على الفخاد، على الكوع؟ فكرتها انه الولد لما يكون عنده حراره بيخسر مي كثير وبيخسر حراره. أوكي. فانت لما تحطهم على هاي المناطق بتحطهم على الاوعيه الدمويه الكبيره، لانه الولد بيخسر حراره بالاوعيه الدمويه الكبيره. اوكي. فانت هيك بتكون عم تحفز انه يخسر حراره، عم تنزل الحراره اكثر. اوكي، دكتور دانا لوين بتودي الحراره؟ يعني هل في خطوره عند الطفل انه يوصل لمطارح متقدمه من الامراض؟ هلا الحراره اللي لازم نعرفه انه منا خطره. نعم. الحراره از ناتشرال. هذا الشيء كثير مهم الاهل يعرفوه صراحه. هلا لوين ممكن تأدي هيدي فكره انه رح تاثر على دماغه للولد؟ هيدي فكره خاطئه. نعم. لازم الاهل يعرفوا انه ممكن الحراره تعمل هزه حيط، مش كهرباء بالراس، بتعمل هزه حيط اللي هي بتعمل بيصير الولد بيعمل حركات بايديه بجسمه مثل تويتش، مثل انه هيدا عم تحكي خلال تعرضه للحراره ولا حتى بعد ما يصح؟ لا خلال، بس خلال الحراره. حلو. نعم. هيدي هزه الحيط بتصير مع الحراره، بتروح بعد الحراره، ممكن ترجع تتكرر ممكن لا. نعم. بس ما بتأثر على الشحنات الكهربائية بالدماغ، ما بتعمل أمراض مزمنة، يعني مش إنه الولد عمل هزة حيط مع الحرارة يعني خلص صار عنده كهرباء بالراس، لا. نعم، بس بيقولوا أوقات مثلا إنه سقطت الحرارة على الأماكن التناسلية، بنخاف إنه الولد أو الصبي يتأثر بالبويضات، ما بعرف هيدا حسب السائل المنوي هالقصص هيدي كلها بتأثر على هيدا الصبي. بيكون حسب الالتهاب اللي هو لقطه، ما له علاقة بالحرارة. نعم. حسب نوع الالتهاب، حسب نوع الفيروس تبعه، بس هذا الشيء ما له علاقة بالحرارة. نعم، نحن أطفالنا كلهم عرضة، يعني بس نرجع نذكر المشاهدين إنه قديش نحن بتعلى مناعة أطفالنا عن تعرضهم للمرض، وما هالشيء ما يكون عندنا منه رعب وخوف. لنستنتج. أكيد. الحرارة is good، منيح الولد يصير معه حرارة، أكيد حكينا الأوقات اللي لازم ينحكى فيها الحكيم نروح فيها على الطوارئ. نعم. بس الولد لازم يلقط، يعني لازم يلقط التهابات، بس ما تتعدى كم يوم؟ أكيد إذا قلنا من أقل من سنتين ما تتعدى النهار. نعم. لازم فيها تتعدى النهار، بس لازم ينفحص بعد النهار. أوكي. أكثر من سنتين ننطر 72 ساعة. حضرتك بس تشوفي المريض بتعرفي شو السبب ولا لازم مزبوط يكون بيجي حزار. بيجي. نعم. لا بيجي لعنا الطفل نفحص له دينيز لعيمه، نفحص له الرواية، نعرف إذا بيصير عنا فوكس ببين. نعم. على الفحص السريري شو عنا، شو سبب الحرارة. دكتور دانا كثير انبسطنا بالحديث معك. دكتور دانا بدر عاصي طبعا اختصاصية بطب الأطفال والمراهقين، إن شاء الله كمان بنشوفك معنا بلقاءات ثانية نحكي أكثر وأكثر عن الموضوع. وعم تحيي أختك كمان، أختك دكتور سنين، اسم الله عائلة أطباء يعني. أيوة مزبوط. اسمها لا لا لا. نهلة بدر. نهلة بدر كمان تحية، إن شاء الله بنقدر نستضيفها معنا بيوم ثاني. شكرا. بريك وبنرجع، خليكم معنا.